أهلا ومرحبا بكم على أمواج إذاعة مليان أنتم في الإستماع إلى برنامجكم موزايك وأنا سعيد أنني نتلقى معكم في حلقة اليوم ضيف الأول في الجزء الأول من حلقة يوم الخميس فنان مغربي مقيم بالديار الايطاليو كما تعرفوا يوم الخميس نخصصه للفنانين المغاربيين او كذلك الفنانين المغاربه المقيمين خارج الوطن الجزء الثاني غيكون معنا البروفيسور ياسين يزامي ومعنا بروفيسور في ستيل ديالو اللي هو الغناء الاغنيه المغربيه الشعبيه الراي كريم عبدو مرحبا بك على ميديان لباس عليك السلام عليكم تحيه الأستاذ منتصر من تحيه الميديا راديو والاستقبال وعلى حسن الضيافه كيفاش نقولوا بالطالينيه مرحبا بك بيان بينيدو بين فينوتو بيان فينيتو بين فينوتو عليكم. مرحبا بك الله يبارك فيك انت فنان مغربي مقيم بايطاليا ياك ايه. عايش ايه في ايطاليا سي ا تتغني في ايطاليا ولا تشتغل وتدير الغناء هو مجال ديال تاعي كله في الغناء في الغناء نعم سي. انت الاصل ديالك من مدينه خريبقه مدينه خريبقه اذا تحيه للمستمعين ديالنا بمدينه خريبقه والنواحي والضيف ديالنا هو كريم عبدو هذا اسم ديالك ولا اسم فني يا سي كريم هذا اسم فني اسم فني, فني. شنو علاقتك بالغناء كيفاش توصلت للغناء سي كريم عبدو ما هي موهبه الوقت اللي الواحد بدا كيوعى براسو بدا كيوعى الدنيا كما كي تيقولوا القف في الدم ديالو شي حاجه سميتها الغناء شي حاجه سميتها الموسيقى فبدات ممارسة من الصغار الى حين وصلنا للمشوار دابا نعم شنو كديت تغني من كنتي صغير؟ الغناء كان مقتصر على الطرب اه على الطرب غني الطرب بزاف يعني الطرب اين اين اي 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 وما يعني اي, اي مدرسه ديال ام كلثوم فيروز ولا؟ جورج وسوف انا اه كم مدرسه جورج وسوف بالضبط كنغني بزاف جورج وسوف اه ام كلثوم اه وبقات ماشيه الى حين وصلنا للمغربي الطربي عبد الهادي بالخياط عبد الوهاب الدكالي وبقينا جايين من صغره انت عشر هنا؟ اه اه اكيد والعائله كانوا الغريب في الامر ان تشي شي واحد في العائله عندي ما في المجال الفني داكوغ وانت يا دخلتي للفن أوه. انت فنان قريتي الموسيقى ولا هكذا انت عصامي يعني أكيد. تعلمتي بوحدك نو في 98 او 99 كنا درنا شي سي مو تقريبا ماشي بزاف سي مو قرينا فيها شويه سولفي شويه ديال الفوكاليزم و... فين درتي هادشي في, في خريبكه خريب وشويه في اكادير كاين 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 معهد موسيقى في خريبكه ماشي معهد معهد مي اونيكول اونيكول دايرها دراسه خاصه ماشي خاصة تبع المكتب الشريف فوسفات نعم اييه لأن منطقة خريبقة معروفة بالفوسفات نعم نعم إذا اليوم غنستمعوا لأغاني ديالك وغنستمعوا للجديد ديالك أغنية جديدة ديالك آه اللي سميتها جامع وطوي مع الحب إي صافي سليتي من الحب أوه. وجمعتي وطويتي ياك ولا لا ياك أكيد نعم إذا هذه الأغنية جديدة صورتي كليب ولا شنو هي؟ نو مازال سينجل اللي تم الصدور ديال الإصدار ديالو في 10 ايام فاتت او مهم. اسبوع يعني باقي فخي باقي فخي. فخي تتكتب انت وتلحن ولا عاد تت نو تم التعامل في الكتابه مع توفيق ابو زهير في الاغنيه هذه دي بالضبط ديجا معطاوي مع الحب والتلحين والتوزيع كان من طرف الاخ مراد الكزاناي مهم. تبارك الله راه فنان كبير فنان كبير اللي و... هو الزوج ديال الفنانه فدوى المالكي فدوى المالكي واللي فدو تنقول كدا. لهم بالصحه العمره ديالهم اه كنقول لكم بالصحه من هنا <applause> <applause> اذا نستمعوا لهاد الاغنيه ديال كاسي كريم عبدو الجديد ديالك على ميدي ان وراجع لكم جامع الطوي مع الحب الجديد ديال كريم عبدو فنان مغربي ابن مدينه خريبكه مقيم بالديار الايطاليه وجا خصيصا اليوم باش نستمعوا للجديد ديالو من خلال برنامج موزايك كريم عبدو انت من يعني من بديتي الموسيقى كنت مع شي فرق موسيقيه قبل ما تمشي لايطاليا سيأكيد. شنو 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 كنتو تغنيو يعني فرق يعني كنغنيو في الحفلات والاعراس فرق الاحياء كما تيقولوا كنا تنغنيو شعبي بزاف راك عارف العرس ضروري خصهم الحيحه وطلع هباط وكذا خدمنا <much> فرق <much> احياء <much> يعني هكذا يا كمجموعات هاويه وما كانش يعني ولا مجموعه يعني بروفيسيونيل اللي خرجتوا اغاني ضروري يستحيل انك تبدا محترف مم. في الديبار اكيد كتكون الهوايه في مجموعه ديال الاحياء كتبدا بالافراح الجمعيات مثلا كت الشبيبه انا من الناس اللي دوزوا الشبيبه يخليك بزاف شنو اللي خلاك انك تمشي لايطاليا؟ ممكن تقلب على اثبات ذات ما لقيتيهاش في خريبكه اكيد ما كايناش اكيد ما كاينينش يعني متنفس للشباب تما في المجال الثقافي كاينين في... كاينين اصوات بارك الله كاينين فنانين كاينين الحمد لله المغرب عندنا موجود الخير دابارتو في ما تمشي م -م. م -م. على في خريبكه انتم خريبكه مدينه من المدن المغربيه اكيد فيها شباب فيها مواهب فيها مي كنفتقدوا في الاماكن اللي تمارس في مدحوج الله بداو شوي كي لان هي عاصمه الفوسفات كاين الفلوس يعني ايوا شفنا غير فوسفات مش مش حاجه اخرى شفنا غير فوسفات نعم دونك هذا آه... الشيء اللي خلاك انك تمشي اكيد م -م. اكيد آه... كتخلق لنفسك مجال ديال الاشتغال آه... كتربح شويه الفلوس كما كتعرف دابا كتكون لا بيرسونيل إنتاج ذاتي كتصرف على راسك ما يمكنش تصرف على راسك وانت جالس في خريبكه ضروري خصك تقلب على مجال فين تشتغل وتجي تدخل فلوس تدخل باش تصرف على راسك فوالا ومشيتي ديريكتومون لميلان ميلان بولون في الاول نعم نعم الستيل ديالك الان اللي نبغى نتكلموا عليه شنو هو الستيل ديالك السي كريم عبدو بالدرجه الاولى مغربي ومغربي الشباب اللي متواجد الان وكنغني شوية الشعبي مصري كنغني الشعبي المغربي هذاك راه في الدم لان احنا مغاربه كما تيقولوا والراي تعزف على شي اله الاورغ الاورغ سانتي سي اذا الستيل يعني غنيتي تا المصريه كل لا سي شعبي مصري شعبي مصري لان انت شحال عندك تقريبا اغنيه ديالك آه شي سبعه سمعت الاغاني تتبع شنو شنو كاين الان في الساحه الفنيه العربيه تتفرج تتسمع بحكم في ايطاليا يعني ضروري في ضروري تبارك الله الشباب اللي طلعوا سعد المجرد اللي وصل الاغنيه المغربيه للقمه كاين حاتم عمور حاتم ادار تبارك الله فدوى المالكي ما مشوش بعيد الاستاذ الكزانيرا تبارك الله مغني قبل كل شيء ومن بعد راه تيدير التوزيع والتلحين والحمد لله <applause> شباب كثير يعني عارف شنو جاري في آه اكيد انا متبع اول بأول كما تيقولوا دبا دابا انت رجعت للمغرب ليش؟ رجعت للمغرب بغيت نعرض المنتوج ديالي <تصفيق> <تصفيق> كما تيقولوا مش تعرفت انت كذلك اكيد <تصفيق> <تصفيق> أه كان عندك لقاءات عرفوك الناس دابا فرحان الأسبوع ديالك اللي دي انت في المغرب ولا نو الحمد لله ضروري بالنسبه لك مهم انك ترجع لبلادك ضروري ما احنا حنا ما مشيناش لتما على اساس غنساو بلادنا راه بلادنا هو الاساس هو الاصل مم. ما كتبغي تبداتك اوكي ما مم. كتخلق لنفسك باش غادي تبداتك وكترجع المغرب باش تبت في ذاتك ما يمكنش في ايطاليا احنا مغاربه كتغني مغربي ما كاينش اللي غادي يسمعك تما سمع كمغربي فوالا ما خممتيش تغني بالطاليانيه تتهضر بالطاليانيه شويه شويه نو <applause> يعني تدخلوا في شي غوفران ديال شي اغنيه ولا لا, لا لونك تنهضر راسي مي باش تغني شويه صعيب خاصك تقلب على كاتب كلمات ملحن بروديكتور تما ساكوت شكون اللي تنتج لك انت دابا انتاج ذاتي ذاتي نعم ديالك نتايا اه. تكتب تلحن ولا عاد تغني نتايا كيفاش تشتغل كنكتب وتلحن مي ما كناخذ كلمات اخرين من عند كتاب كلمات ناس اخرين ومتلحنين واجدين وكنغنيهم اها اللي تتغني فيه انت الان كاين في المغرب ولا ما كاينش؟ موجود الخير موجود الخير شكون نقولوا لك يعني المنافس ديالك لا انت غتنافس شي حد وانت راجع للمغرب ولا اللي تتغني اللي م... تتغني انت وياه تقريبا بحال بحال باش تبقى على خاطرك ما ما يمكنش gez.. يكون بحال بحال كما تنقولوا مي تقارب هو اصلا دابا خارج الاغنيه الشبابيه المغربيه متقاربه مع بعضياتها راه كيما كتسمع شويه هنا كتسمع قريبه لهذه كتسمع قريبه لهذه كاين حاتم عمور كاين حاتم إدارة هو كل واحد وكيغني بطريقته بلا فوا ديالو بالاداء ديالو فوالا وانت ما تكرهش حتى شي حد في الاغاني ديالك جامي ما كنكراش وعمرني كراش وعمرني غادي نكره شي حد بالعكس نو بالعكس ياك يك.. no, اكيد اذا الضيف ديالنا هو كريم عبدو اللي بدا المشوار الغنائي ديالو هو صغير تربى على عده الوان موسيقيه الموسيقى الكلاسيكيه واكيد الاغنيه المغربيه انت الان تتخمم دير شي ديو مع فنانه او فنان مغربي باش توصم الاسم ديالك هنا في المغرب بحكم تاع سنين وانت في ايطاليا الا تاحت الفرصه وكان شي استدعاء او كان شي حاجه كيما هكا علاش لا يشرفني كما تيقولوا الاغاني اللي تتغني شنو ما المواضيع اللي تتطرق لهم المواضيع وش... الواقعيه يعني واش داك الشيء تتعيشو انت ولا ولا تتسمع لي ولا الخيال ديالك ولا شوف المغاربه كاملين ولكن انت دابا عايش في إيطاليا؟ راه ما تيمنعش اني كنعيش الحياه المغربيه في ايطاليا مم. ياك آه. تمعيش مغربي تضرب طواجن واتاي ولا شيء شي موجود ما كاين لا بات لا بيتزا لا, لا راه دابا نوريك لي فوتو لا 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 والو لا والو لا تيراميسو لا والو حتى شي ولا 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 حاجه مره مره آه. ولكن المغربي تيبقى كتحس براسك كليتي وشبعتي يعني المغرب حاضر معك يعني المغرب كاين ياك كاين ديما ماشي تخلي المغرب هنا وتتعيش تما الحياه ديال إيطاليا ومني ترجع ديك الساعه ترجع لا كنعيش الحياه في ايطاليا في كما تيقولوا سيريو سي مم. مم. ايطالي مي في الحياه الاجتماعيه والحياه الشخصيه مغربي 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 تبارك الله عليك من حقك من حقك ياك ولا لا اذا كريم عبدو انت الضيف ديالنا غادي نديرو دابا شويه واحد الوقفه موسيقيه اذا انت يا بعد غياب يعني جيتي باش ت... الناس يعرفوك كذلك في ال... شنو هي الاستراتيجيه ديالك للمغرب الان شنو باغي دير؟ آه باغي نتوجه 100% للاغنيه المغربيه مه. نحاول آه نمشي في الاتجاه المغربي الاغنيه المغربيه المعاصره وما ننسوش حتى الاغنيه المغربيه الطربيه الكلاسيكيه خاصنا نعاودوا نحيوها بستيل جديد نجدوا التوزيع ديالها نجدوا طريقه الخدمه ديالها ونعاودوا نحيوها يعني التقييم ديالنا ما تيموتش. في اي ستيل تتكلم على الموسيقى الاندلسيه الشعبي ولا فاشنا هو اللي بغيتي انت تخدم عليه؟ وت... المغربي المعاصر بالضبط. بحال ستيل عبد الهادي بالخياط انا تنعتبر مدرسه كبيره تبارك الله. هرم من اهرامات الاغنيه المغربيه. عبد الوهاب الدكالي، محمود الادريسي، الحياني الله يرحمه. نعم. موجود تبارك الله الخير عندنا ارشيف عندنا عامر. نعم. اذا غنديرو معك وقفه موسيقيه بنت بلادي. هذه ليش تكلم هذه على البنت بلادك على شنو شنو الرساله وراء هذه الاغنيه اللي غنستمعوا لها الان كريم عبدون، انت الضيف في الجزء الاول من برنامج موزايك نبغي نذكركم مستمعينا الكرام بغيتوا تطرحوا الاسئله لضيفي مرحبا اشتاق موزايك وبعد الموجز الرابع غنمشيو لسنغافوره مع البروفيسور رشيد اليزامي اللي غنتكلموا معاه على التتويج ديالو الاخير والاختراع ديالو الاخير خصوصا في بطاريات الهواتف المحموله والحاسوب المحمول الصغير الحجم عمرك سمعتي بهذا البروفيسور مغربي هذا بروفيسور مغربي عايش في سنغافورة ولقى هو واحد لقى واحد البرودوي اللي هو داك ليتينيوم تيداروا في لي باتري دابا لاحظنا الان الهواتف النقاله ولات عندهم لا باتري البطاريه ديالهم صغيره الا راجع لهذا الفضل راجع الفضل المغربي تبارك الله باش نقولوا المغاربه تبارك الله كاينين وحاضرين اذا وخدا عليه عده جوائز اذا بنت بلادي نستمعوا ليها اللحن والكلمات ديال من هذه السي كريم عبدو اللحن ديال واحد شخص ملحن كاين في الرباط <applause> ما عطانيش الاذن باش نذكر الاسم ديالو. <applause> واخا. قول دي. آه، كلمات. زوينة يتخلص وما يتخلصش عليها. نو حيت <applause> اللحن ديجا الدار. <applause> وكلمات آه شخصية. داكو. <applause> وتوزيع ديال الأستاذ رشيد. كريم عبدو ضيف مزيك بنت بلادي. <applause> كريم عبدو زمن الصحاب زعما اللي يسمع وما يعرفش بأنك أنت مغربي يقول أنت شرقي في هذه القطعة. <applause> زمن الصحاب أغنية مصرية من الشعب الكلاسيكي المصري. <applause> جات كفكره ديال بحكم كنخدم مع مصريين بزاف في ايطاليا مه. وخدت تجربة مع الاستاذ جيدة الحفناوي ككاتب كلمات مه. ملحن ديالها كان محمود حنكش وتسجلت في الاسكندريه في مصر مه. يعني كما تيقولوا زعما هذا اللون يعني انا عجبتيني في هذا اللون هذا يعني هذا يعني اللي غنيتي ماشي زوين ولكن عندك ما يعني اللي يسمع ما, ي... ما, عندكش لكنه ما عندكش ديك بانك تت... تعكيله تعكيله بانك تغني مصري يعني خاصك توجه ثاني شويه هكذا يا يعني آه. الشرقي بحكم انت تتغني اغاني شرقيه اكيد اذا هاد الاغنيه مازال ما درتي لا ما خدمتيش دير كليب هادي ولا كليب؟ هادي مديور لها الكليب و... و... هادي كليب والكليب ديالها تصور في المغرب في المغرب فين صورتي في خريبقه ولا لا صور في مدينه خريبقه بالضبط اذا تحيه للمستمعين بعاصمه الفوسفات <applause> مدينه خريبقة و تنبغي نشكر الناس اللي, اللي تيتفاعلوا معنا و تبارك الله عليك وكذلك الناس اللي كتبونا و اللقاء اكيد اليوم مع البروفيسور رشيد اليازمي اكيد غادي نقراو الاسئله ديالكم مع البروفيسور رشيد اليازمي غيكون معايا مباشره سنغافوره من هنا ربع ساعه أه دونك باقي لنا الوقت نتكلموا مع الضيف ديالنا السي كريم عبدو اذا أه اذا نحاولوا نخلصوا المسيره ديالك 2005 درتي اول البوم ديالك صوبتي في المغرب ياك؟ كان شعبي مغربي ومن بعد يعني كان من 2005 حتى 2015 ما درتي والو ماشي ما درت والو كانت ما كانش اتجاه باش تسجل ما كانش وقت باش تسجل وباش المغرب نعم. وتمشي لواحد كان كيجي يخدم على رأسه ما نعم. و... كانش وقت نعم من بعد نزلتي اغنيه شيطانه اللي غنستمعوا اليوم ياك هذه آه اغنيه ديال سعيد سناجي علاش عاودتيها هذه ديال سناجي انا سعيد سناجي من المغنيين ومن الاساتذه اللي كيعجبوني <applause> وعجبتني عنده الاغنيه الشيطانه وكان جاء خدم معايا سهره في ايطاليا في ميلون بالضبط <applause> كنت استشرت معاه وخذيتها من عندهم بعد كلمت الماناجير ديالو الوقت اللي كان هو في هولندا <applause> وقال لي ممكن تغنيها وتعودها وكذا وسجلتها وعودتي في نفس السنه واحده اغنيه اخرى ديال خالد أه يعني ما عنديش حاجه في الناس عندك حاجه يعني ماشي نفس المدرسه الفنيه يعني راي اغنيه أوكي. شعبيه هذاك الشيء يغلق. ما تيبقاش اختيار ديالي كاينين الناس اللي كتغني لهم شعبي مصري تيقول لك بغينا نسمعوك في الشعبي المغربي مم. مم. كتغني الشعبي المغربي كاين الناس تيقول بغينا نسمعوك في المغربي الحديث اللي كاين دابا كاين اللي تيقول لك بغينا نسمعوك في الراي او كتحاول كل واحد ترضيه ب يعني 2015 الرجوع ديالك بقوه للساحه الفنيه اه الحمد لله يعني ودابا خاصك تكون في المغرب اكيد تدير حفلات خارج المغرب يعني في ايطاليا آه دائما دايما في في ايطاليا ولا خارج ايطاليا أو في ميلون في بحال لو 19 عندي سهره في لا روشيل بفرنسا فرنسا م -م. وعندي سهره في لا سويس مي مازلت ما زلت ما تحددش التاريخ نتاعها وكاين مجموعه من السهرات كاين في بيرغامو بالضبط في ايطاليا في بولونيا والمغرب لا المغرب لحد سابق باقي معيطين حتى واحد ولكن انت دابا خاصك تبان دابا انت ما كتيش تجي المغرب اكيد دابا حنا كنحاولوا نقربوا للناس خاص الناس يقربوا لينا دابا عندك مناجير حطينا آه الأستاذة ناديه السردوي اهلا بك أستاذة ناديه شكرا جزيلا مرحبا يعني. بك على موزايك بارك الله فيك بارك الله فيك وسمحوا لي للصوت ديالي بس ضربني البرد شويه كنت تغني انت لا لا <applause> مادا بيا <applause> نو مي دخلت لهذا الفن هذا باسكو حبا في الفن وبحكم الهجره انا بجوجنا في خارج ارض الوطن هو بايطاليا وانا بفرنسا كيفاش و... لقيتو انت في ايطاليا وانت في فرنسا هو في إيطاليا؟ احلى سؤال قلتي الله يعمرها دار داك الفيسبوك ياك فعلا في حوايج زوينين ف... <applause> اكيد 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 لان شوف الخدمه متى تكون جديه وتتكون عندك واحد المسؤوليه غادي تلاقى بالناس جديين ومسؤولين علاش علاش مشيتي تقلبي انا اللي انا اللي شفت كريم عبدو وشفتو في زمن الصحاب وعجبني الكليب بالدرجه الاولى والصوت دياله وبحكم انني عندي واحد حويجات تنكتب شويه تانا الابيات شعر يعني حر ديالي انا بالمصري وهذا وقلت فنان مغربي وتيغني مصري علاش ما اقترحش عليه شي كلمات وهذا وتحاورنا تذكرنا في هذه المساله هذه وهو شاف العمل ديالي وشاف الخدمه ديالي مهم. وطرح عليا اننا نخدموا اونسومبل قلت له انا الفن المغربي بغيت يوصل المغرب لان عندنا شبان بحكم العمل ديالي منظمه حفلات بفرنسا مهم. قلت له تنشوف شباب اللي تيغنيو زوين ولكن ما باينينش في المغرب علاش اللي احنا ما ندخلوش المغرب حتى بقوه وندخلوا الفن ديالنا المغربي لانهم عندهم البومات ودايرين دي سينجل ديالهم يعني تكون فرص مه انهم مه يبانوا في المغرب ويظهروا في المهرجانات وتبارك الله المغرب دابا زاهر بالمهرجانات كل مدينه تقريبا عندها مهرجان مه يعني كاين فرص العمل اكيد انها في المغرب كما كما تنرحبوا بفنانه مغاربه تيجيوا عندنا تماكين وتنعيطوا لهم يجيو يخدموا عندنا علاش واحد التبادل؟ نعم. يعني الترويج يعني انتم مرحبا بكم أجيو عندنا تنستقبلكم لاننا متشهين ومتعطشين للفن المغربي. يعني الجالية العربية متعطشين الفنانين ديال بلادهم أكيد. اكيد. وخصوصا في الاعياد عيد العرش عيد المولد النبوي عيد. يعني سنبغي نحسوا ب... 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 باننا راحنا عايشين في المغرب مه. لأننا تنفتقدوا الاهل والاحباب والاصحاب مه. يعني غير حنا تنكونوا واحد المجموعه اللي تنحاولوا نخلقوا مغرب صغير ديالنا في... 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 في اوروبا كل واحد يعني اوروبا كندا امريكا انا تنهضر على الجاليه المغربيه بصفه عامه تماما وانت شنو اللي خليك انك تشتغل مع ناديه السرداوي سي كريم عبد قبل ما آه. كانش عندك ماناجر ولا عاد قلت له باي باي no, قلت له no, اريفيداي ما كانش عندي ماناجر <applause> مستحيل يستحيل انا كنت تقول له باي باي اريفيداي اريفيداي هذيك اللي قلت له باي باي يا شيري باي باي <applause> انا من الصعب انني نقول شي واحد ريفي دير مي <applause> <applause> ماناجر سيريو وماناجر اللي باغي يخدم وعنده طموح و على معامل يخدم بحال ناديه صعب انك تلقاها في هذا الوقت <applause> هذا شكرا <applause> <applause> اذا شنو اللي تميز كريم عبدون خلال الفنانين اللي تشتغلي معاهم انا كان عندي علاش دايره هذا انا كان عندي احتكاك بظروف العمل ديالي اللي قلت لك هو انني منظمه حفلات في فرنسا, فرنسا. يعني تنقيم مع اعراس حفلات اي نوع من الحفلات تنقيمه يعني عندي احتكاك بزاف بالفنانه وكاين فنانه وفنانه دونك انا أه يعني ام ديال الاسره ومتزوجه وعندي مسؤوليه وهذا الفن يعني في الذات ديالي ما غاديش نكرو ما نقدرش نبعد عليه رغم, م... رغم كل الظروف ملي اللي لقيت اللي جرني الكريم عبدو هو الاحترام ديالو ليا والتقدير ديالو ليا واحترام المواعيد ومسؤوليه والكلام ديالو على انه يعني صح 100% هذا هو اللي خلاني انني نقول ندير يدي في يديه انا ما تنقلبش على كلمه مناجر انني أربح فيها فلوس م... بالعكس انا بغيت نوصله Mm-hmm. ندير المستحيل باللقاءات ديالي وبال... لان العمل ديالي عندي فيه علاقات والعلاقات تتخليك انك تتواصل مع الناس يعني تتقرب كانني صله و... وصل وتستثمري و... العلاقات وخص... ديالك في الشغل ديالك كانني صله وصل انني ن... 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 نوجه ناطرو واحد البلاصه اللي هويا تي... بحكم العمل ديالو في الليل تيخدم وهذا ما عندوش الوقت أنا... انا عندي الوقت انا يوميا يعني في داري جالسه تجوني الحفلات تاع يعني عندي الوقت الكافي تداخل دخل الفيسبوك داخل المسائل نقادلو المواعيد ديالو والحمد لله لحد الان رحنا في هذه الجوله هذه قدينا فيها با مال دو شوز دخلت آه الحمد لله استقبلوني ناس اللي في الاذاعات في دوزام والاذاعات الار تي ولا آه في لي راديو حطينا دواسا باش يشتغل ان شاء الله في سهرات في فنيه ان شاء الله غير تكون تقوم في مارس وافريل وهذه الخطوه الاولى وانا فرحانه شد زعما سعيده لانني قدرت نحقق واحد الخطوه اولى اللي كانت هي ايجابيه بالنسبه لي انا نتمنى انني يكون عند حسن ظن كريم عبدو بانه يختارني كمانجر ديالو نعم اذا كريم عبدو في هذا اللقاء يعني شنو محضر ل 2016 شنو كاين الجديد الحفلات كاينين في المغرب شويه ولا غيكونوا ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله واحتمال يكون تيميطار فيستيفال تيميطار بمدينه اكادير ان شاء الله مدينه اكادير مزيان مزيان ميار... اهم المهرجانات اللي كاينين في المغرب الحمد لله. نعم إن شاء الله. نعم وعندك فنانين اخرين تتكلفي بهم ولا أه كريم عبدو دابا العلاقه ديالتي اللي قلت لك تتحتمل هي انني تن... ك... صديقه الفنانه اللي في, في... في المهجر م -م. ألو... بحكم انهم شافوا بانني ناديه انني قادره نستطع انني نتحمل هذه المسؤوليه كاين رشيد كاستالي بتيسر بب باصرار انني كان انني كان ضيف عندكم نعم. انني نكون انا مديره اعمال ديالو نعم. ولكن هذا راه يعني باش نفسر ان راه ماشي مهنه سهله لان جد صعبه انها تكون مانجر ما غاديش يعني نتحمل مسؤوليه ديال بزاف الفنانه لانها فيها مسؤوليات وهذا نعم. ولكن غادي نمشي خطوه بخطوه نعم لانني بغي الفنان حتى يوصل ويدير شي حاجه عاد ناخذ فنان اخر اما ثلاثه أربعة نو no, أنا ما قدرش عليها لأنني عندي ديجا مسؤوليات ديالي وأعمال ديالي الخاصة إذا نتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم في هذه العلاقة الجديدة البروفيسيونال الفنية بيناتكم شكرا. الناس اللي عجبهم هذا اللقاء وبغاو يقلبوا عليك شنو حاضر أنت في المواقع الاجتماعية ولا لا أكيد غيدخل كريم عبدو عبدو غادي يلقاو الفيسبوك ديالي كاين لو سيت كريم عبدو بوان كوم كاين كريم عبدو في الانستغرام كاين كريم عبدو في تويتر <applause> في كل المواقع الاجتماعيه الحمد لله نعم اذا نتمنى لكم التوفيق واكيد آه غيكون لنا لقاء مره اخرى مني كنت من كنت تفضلي سيده ناديه نتمنى غير واحد الامنيه ان لي ماناجر اللي كاينين في الجاليه المغربيه ان يكون واحد التعامل مع بعضياتنا يعني ماشي كل واحد محتكر فنان ولا شي حاجه او لا هذا نو يعني كاينه منافسه ماشي شريفه لا انا ولا. نو 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 ماشي كيسو يقدر كل واحد تيجبد لراسو او واحد راسي قادر او راسي. شي حد او شي حد يقول ان هذيك نو ما غاديش تصلح ما تقدرش ما هذا بحكم انها او, أو بقى. لا انا بغيت انت, أنت عنيتي من لانك مراه ما تقدريش تديري حفل تنظمي حفل؟ لا انا بالعكس انا أنا, انا مراه قويه حديديه الحمد لله <applause> <مارك الله. تصفيق> لا لانني تنقوم بحفلات اللي فيها حتي الألف ل1000 هذا ماشي مشكلة عندي بالعكس يعني الحمد لله <applause> اللي انا عزيزه لي التحدي وعزيزه لي واحد ل... يعني في داخلي كانت واحدة الامنيه انني حاولت نفجرها بشويه بشويه هو انني نثبت راسي في المغرب وبغيت ندير شي حاجه لبلادي شنو بحال زعما آه. تنحب بلادي بزاف أيوة. الحمد لله و <applause> يعني ولو ب... يعني بت... عن طريق ديجا انا تنعتبر نفسي سفيرة المغرب في الديار الاوروبيه بالمهنه ديالتي لان مهنة ديالتي شريفه الحمد لله <محن> وفن يعني <محن> راقي يعني الحمد لله وصلنا التقاليد المغربيه اللي هنا وصلناها للجاليه تما <محن> اللي ولينا تنعملوا اعراس فرنسيه 100% ماشي ميكست وتنقوموا بل... بل... بكل شيء بجديه وكاين الاحترام وكاين التقدير ولونتوبريز ديالي الحمد لله خدامه بور وبغيت ندير للمغرب ندخل ندير شي حاجه لبلادي <متحكي> امنيتي انني ندير شي حاجه شحال ونتي في الديار الفرنسيه عايشه؟ ااا <أه> 21 و 22 عاماً العجيب يعني تنطلق بزاف الناس اللي اللي تيشتغلوا في الخارج واللي عندهم حياتهم <متحكي> سواء العمليه او الشخصيه وكذا تيخمموا دائما تقول لك واخا هنا في اوروبا او في امريكا بلادنا يعني ما نكونش المغرب لان كان مستمعينا في المغرب العربي في يعني يعني تيبقى الوطن الوطن ولا نرجع لبلادي ونستثمر في بلادي لان ما كاينش بحال بلادنا اكيد كل العرب عندهم نفس الفكره نعم نفس الفكره لان تنحسوا بواحد النقص اننا بغينا نديروا شي حاجه للبلاد ديالنا وبغينا المغرب ديالنا يفتخر بنا اننا تما كاين راحنا قيمين باللازم وتندخلوا مشرفين المغرب ديالنا تبارك الله عليك. ليك ناديه السرداوي انت كذلك مناجير ديال الضيف ديالي السي كريم آه عبدو آه اخر كلمه اش بغيت تقول لي فان ديالك السي كريم عبدو آه من قبل ما نستمعوا آه للغزالي قبل لي فان كنبغي نوجه تحيه خاصه للميدي ان راديو مرحبا خويا وكن تحيه خاصه للبرنامج موزايك في شخص آه الاخ منتصر وكنشكرك بزاف على حسن الضيافه وحسن الاستقبال وكل على الطاقم ديال راديو ميدي ان تحيه لناس طنجه تحيه للناس المغرب من طنجه حتى للقويره من مستمعي ميديا ان كلهم المغربي. اللي تسمعوا ماشي مش <applause> كل شيء يعني ميديا ان اذا عرف المغرب العربي كل شيء يعني شي في الجزائر في الجزائر في تونس وليبيا وموريتانيا وفي السنغال نعم. في كندا نعم. امريكا اسبانيا يعني كل مستمعي ميديا ان هي وصلت ان شاء الله تنتمنى لكم التوفيق وعوده ان شاء الله وكان حلمي انني نجي لميديا ان هذه كانت من دوبي 1993 لان جيست بواحد الاشاره ان الزوج ديالي كان تمكمنايا سي السرداوي عبد الرزاق جورناليست دو سبور مرحبا و فغونشمون جيسبير راه فرحان بيا الحمد لله رجعتي و حاولت ندير واحد الخطوه نجي لعندكم و لكم مرحبا لله. مرحبا لله. شكرا <applause>